الإعلامي حفيظ الرجيم، مساء الخير. مؤخرا كنت قد أشرت إلى صعوبة نيل الجزائر شرف تنظيم كان 2025، ما هي آخر تطورات هذه القضية في ظل كثرة الأقاويل من هنا وهناك؟ ياسين خويا، أنا من مدة كنت توقعت بأن كأس أمم أفريقيا 25 تكون في المغرب، 27 في نيجيريا وبنين، و 29 في الجزائر. هذه كانت التوجيهات الأولى، ولكن اليوم ظهر معطيات جديدة بعد التنظيم الجيد للجزائر لبطولة أفريقيا اللاعبين المحليين. ظهرت توجهات تشير إلى أنه راح يعطيه المغرب 2025، لأنه هذا خلاص اتخذوا فيه قرار، ولا أعتقد بأنه يتراجعوا. شفت وش كاين العلاقة اللي موجودة بين المغرب والفيفا والاتحاد الأفريقي. هذا قرار لا رجعة فيه. الجديد ممكن راح يكون يعطيه الجزائر بطولة 2027 في محاولة لإرضائها وإسكاتها، وأيضا كرد على تنظيمهم الجيد لبطولة أفريقيا اللاعبين المحليين. أنا السؤال، هل نيجيريا وبنين يقبلان بتنظيم بطولتين متتاليتين في شمال أفريقيا؟ هنا الإشكالية تكون مطروحة. قد يعملوا استثناء من أجل إرضاء المغرب والجزائر بالدرجة الأولى. هذا هو الجديد، والدليل أنه راهم يأجلوا في كل مرة عملية التصويت، وممكن حتى يخلوها للصيف، لأنه ما راح يعملوها لا في رواندا ولا في القاهرة ولا في الجزائر بمناسبة كأس أفريقيا للناشئين أقل من 17 سنة. هيخليوها بعد ذلك، وبعد ذلك راح تكون أعتقد في الصيف يعني.